السلام عليكم، حياكم الله معنا بحلقة جديدة من برنامجكم كويت سيج. مثل ما انتم شايفين اليوم احنا في دبي في تجربة حق سيارة انفينيتي كيو اكس 70 اس اليت سبورت. اوكي الاسم شكله شوي طويل، ولكن الكيو اكس 70 انتم تعرفونه، الاس اللي هو نسخة السبورت منه، اليت سبورت مثل اديشن، هو الطراز هذا اللي معانا عبارة عن نسخة مميزة منه، هي مو ليمتد اديشن ولا شيء، الكل يقدر انه يحصل على النسخة هذه. اللي يميزها الشيء الاول ان كل شيء بالسيارة مكحل اسود، مثال عندنا الشبك الامامي باللون الاسود يصير كنا كروم، ايضا عندنا الفريم مال الكشافات اللي في الامام ايضا فيه تكحيله باللون الاسود، عندنا الرنقات قياس 21 ايضا يمشي عليهم نفس اللون، والخياشيم هذه، وفي لاين يمشي مثل ما تشوفونه هذا اللي تحت الى مؤخره السياره ايضا باللون الاسود، وعندنا السله او الرول هذا ايضا باللون الاسود، وعندنا ايضا في الخلف الفريم باللون الاسود والاكزوزات نفس اللون. هذا اللي يميز الطراز اللي معانا. الشيء اللي يصدم ان السياره نزلت في سنه 2008، احنا اليوم في نهايه 2015 بندخل 2016، يعني السياره بتكمل 8 سنوات في الخدمه، ولكن لو تشوفها مستحيل تصدق ان هذه سيارة شكلها قديم، لان كان تصميمها اول ما نزلت كان صابق وقتها بوايد، وكانوا الناس وايد مصدومين شلون انفينيتي كانوا جريئين لهالدرجة. علشان كذي لهذا السبب اليوم تحس ان السيارة شكلها مو قديم. هذا كان فيما يتعلق بالسيارة بالخارج. في شيء لازم تلاحظونه، ارتفاع السيارة 168 سنتي يعتبر نازل، السيارة عرضها 192 سنتي يعني تقريبا مترين، اذا السيارة عرضها اكثر من ارتفاعها، فهذا اللي يميز الكروس اوفر هذا ان ثباتها يعتبر ممتاز. ليش؟ لان هي انزل ولكنها اعرض، طول السيارة تقريبا 4 امتار و80 تقريبا، المهم اقل من 5 امتار، فقصيرة ونازلة وعريضة، فيعطيها شوي حتى تماسك باللفات وهذا، تحس سيارة موزونة بروحها لان بالفيزياء هي كذي. خلوا اوريكم سياره من داخل عشان شنو التفاصيل اللي لازم تعرفونها. الحين احنا داخل السياره في اشياء يعني خلينا نقول معروفه عند انفينيتي وقاعدين يستخدمونها حتى في طرازاتهم المستقبليه والكونسبتس اللي شفناها في معرض دبي 2015، منها الكيرف اللي يصير موجود على الداش الامامي، وعندنا السنتر كونسول، عندنا هني النافيجيشن او الشاشه اللي فيها تعرض لك كافه المعلومات مال السياره. الشاشه هي نفسها تاتش، وتحتها ايضا مجموعه من الازرار اللي مختصه فيها، في كل شيء تقدر تسويه بالشاشه سواء سيتنجز الديستنيشن الماب النافيجيشن، كل الاشياء هذه موجوده هني، حتى شنو الفيول كونسمشن استهلاكك كله موجود عندك هني. بعدين هم مرتبين لك اياهم، تحتهم عندنا كل التحكم اللي يختص بالمسجله والسي دي والرادو والاشياء هذه كلهم شريط واحد، ومعاهم الساعه، وعندنا تحتهم كل التحكم اللي تعلق بالتكييف، فانت عارف ان الصف الاول شاشه خلينا نقول ساوند سيستم، وهني عندك التكييف، جدا بسيط وسهل الاستخدام. هني عندنا الجير، عندنا هني دقمتين او خلينا نقول الازرار هذه تتحكم بالتكييف سواء التبريد او التدفئه مال الراكب الامامي والسايق. باب السايق يعتبر خلينا نقول جدا بسيط وعادي، الدقم اللي فيه هي اللي خلينا نقول تتحكم بالمناظر الجانبيه والاشياء هذه، وعندنا هني ميموري، عندنا تحت ازرار تتعلق في الباب الخلفي تقدر تبطله من عندك، تقدر تقفله علشان ما حد يبطل الباب الخلفي من الخلف، وعندك دقمه التراكشن ومكان حق تخزين مفتاح السياره، لان وايد من السيارات اللي تكون كيلس وفيها ستارت ستوب بوتن وايد ناس توهق بالسويتش، وكل مره تخليه مكان فهم مخليه مكان حق السويتش. اللي يميز السياره ان داخليتها باللون الاسود، وكل التطريز باللون البنفسجي، هو يمكن تحسونه شيء غريب ولكن شكله حلو لما تشوفه على اضاءه حلوه. ننتقل الى الخلف ونوريكم شلون صايره السياره وشنو سعه الكسنات الخلفيه. لاحظ من الخلف وايد ناس لما تشوف الشكل الخارجي مال السياره اول شيء في بالك انه اكيد ضيقه من ورا، ولكن بالنسبه لي
تعتبر مساحة كافية، وما زال عندي اصلا هني ما يقارب الخمسة اصابع الى الكرسي الامامي، وانا مضبط على قاعدتي وانا قاعد شوي مرتاح يعني. عندنا مساحة الركاب اللي في الخلف تعتبر زينة، وفي مكان تقدر تقعد احد بالنص، ولكن حق رحلات طويلة يمكن ما يكون مريح نظرا لان بنوت الحزام يكونون موجودين وراء. عندنا هني الارم رست او خلينا نقول سنادة اليد، هني عندك مساحة تخزين صغيرة، وعندك حاملات الاكواب الكب هولدرز ايضا حجمهم صغير اذا انت من النوع اللي مثلا خلينا نقول عندك مج او شيء كذي دائما تاخذه وياك، ولكن هذا يعتبر سيت ثالث. مساحة الراس تعتبر خلينا نقول فيها 7 8 انش على حسب طولك انت، ولكن انا اشوفها كافية. اللي لازم تنتبه له ان لما تفتح الباب، يعني هني المساحة بين السقف وبين فتحة الباب هي اللي لازم تنتبه لما تدخل راسك، لان هذه انزل من السقف الاصلي. شغلة اخيرة قبل ما نطلع تست درايف، اوريكم مساحة التخزين اللي في الخلف واقول لكم شنو قصتها. نشوف شلون صاير الصندوق الخلفي الأمتعة. بس لمعلوماتكم، سيارات المنافسة والقريبة منها هي الأودي الكيو 5، مساحة تخزين الأودي الكيو 5 تقريبا 540 لتر، واللي أقرب من هذه أو خلينا نقول أصغر بعد أصغر من الأودي اللي هي اللكسس الار اكس 350 446 لتر. هذه السيارة مساحة تخزينها الخلفية 702 لتر، ولو صفطنا الكشن اللي في المنتصف او الصف المقاعد الثاني يصير عندنا مساحه تخزين لغايه 1750 تقريبا. يمكن بالنسبه حق الناس اللي متعوده مثلا على الاس يو فيز الكبار، نذكرك ان هذا مو اس يو في، هذا كروس اوفر. وبالنسبه حق الناس اللي متعوده على اس يو في كبير، نذكرك ان هذا قيادته تختلف وهذا مصمم لغرض ثاني. فاذا انت عندك عائله كبيره لا تجي تشتكي من مساحه التخزين اللي عندك هنا. هذا الرف تقدر تصفطه وترده مره ثانيه وتقدر تشيله نهائيا اذا انت كان عندك شيء كبير تبي تخزنه. وعندك هنا مثل شبكه هم يحطون لك اياه اذا عندك اشياء مثلا تتحرك، شاري اغراض من الجمعيه. وهني تحت عندنا السبير، وعندنا بنص السبير السب ووفر العملاق من شركه بوز اللي اصلا حاطه اوريدي 11 سماعه بالسيارة. شفنا سيارة من برا ومن داخل، الحين صار وقت اللي نطلع ونجرب قيادتها. طبعا كل شيء يتبطل ويتسكر بالهيدروليك. حياكم معنا ونقول لكم شلون صار سواقة السيارة. بسم الله، ونطلع نجرب سيارة ونقول لكم شلون صاير استخدامها. اول شيء تلاحظه لما تركب سياره وتقعد وتعدل قعدتك، راح تحس انه فعلا سياره عريضه. اول شيء المساحه اللي من داخل تكون ممتازه، ولكن ان انت تشوف المداقر الاماميه يمين ويسار لانهم شوي مرتفعين، فتحس انه اوكي هو شيء حلو ان انت تعرف وين ابعاد السياره 100% على اساس يعطيك تحكم فيها لما تكون مثلا في مواقف ضيقه او تبي تصفط اشياء هذه تعرف. خصوصا انه ايضا عندك 4 كاميرات على مدار السيارة علشان تعرف انت بالضبط وين متوجه حاليا. الشغلة الثانية تحس ان السيارة نازلة، الفيزيبيليتي مال السيارة الامامي جدا جيد، ولكن هني عندنا الايبلرز حجمهم كبير، ولان الجامة شوي نازلة وهني عندي الجامة الجانبية، فتحس ان هني في عندي انا شيء مفقود لما اجي ابي الف، لما اكون ماشي بالشارع في هني عندي شيء مفقود، خصوصا اني مو قاعد على ارتفاع عالي نفس الجيبات الثانية. هذا بالنهاية كروس اوفر. الشغلة اللي راح تلاحظها المحرك 3.7 لتر V6 يولد 329 حصان و 360 نيوتن متر من التورك. الارقام هذه تعتبر ممتازة بالنسبة حق سيارة بهالحجم، ولكن سيارة صار لها 8 سنوات يمكن ما تحس انها شكلها قديم، ولكن تحس ان المحرك صار بحاجة الى تطوير، خصوصا ان سيارات يعني خلينا نقول المنافسه بلشت تستخدم يعني خلينا نقول طريقه الفورس اندكشن، او انهم يستخدمون تيربو او سوبر شارجر على المكاين هذه، فما تحتاج انت ماكينه 3.7، ممكن تصغر الماكينه ولكن تطلع منها هورس باور اكثر. الهورس باور يعتبر ممتاز 329 بالنسبه حق سياره بهالحجم والوزن، ولكن تحس ان سياره بحاجه الى مزيد من التورك او اللي احنا نسميه العزم. نوصل حق الجير.
الجير عندنا اوتوماتيك 7 غيار، غياره جدا سلس، وعندنا نمط رياضي، ممكن انت تطق الناحيه هذه وتستخدم البادلز اللي موجودين عندك، يتحول عندك هنا على طول رياضي. تقدر ايضا تستخدم البادلز اللي موجودين عندك ورا السكان. اللي احلى شيء بالبادلز الموجودين ورا السكان ان انت تقدر تستخدمهم ويظلون ثابتين، فلما تلف كذي او كذي البادلز ثابتين، راح يظل هذا على طول اب شيفت وهذا داون شيفت، ما تلخبط، مو نفس البادلز اللي يلفون مع السكان، لا هذول ثابتين، هذا احنا شايفينهم، والملمس مالهم جدا ممتاز، حجمهم معقول وواصلين يعني خلينا نقول متناول الايد، مو البادلز اللي قراب كلش اللي ما تدري ولا الابعاد. وفيهم تاتش يلد معطيهم ايضا، احس انا شيء نوع من الفخامه، شيء جدا ممتاز. الرؤيه الخلفيه ما اقول لكم اعظم شيء في العالم، ولكن ياي بالضبط على قياس المرايا او المنظره اللي انا اشوف فيها الخلف، فلو كان اكبر من كذي راح يصير اكبر من خلينا نقول المرايا اللي عندي، ويمكن تقول بالنهايه انا ما احتاج اشوف اكثر من كذي. استخدام السياره في شغله واحده، مع ان قياس الرنج 21 لكن ما تحسه وايد مزعج. اوكي هو في صوت شارع وهذا شيء لازم احنا تعودنا عليه وتكلمنا عنه بعده حلقات، ولكن ما تحس ان في الصوت والازعاج هذا اللي تحسونه بالسياره. عندنا يبقى بقيه الاشياء العاديه اللي هو تماسك السياره، بريك السياره، بريك سياره يعتبر ممتاز، ولكن يعني خلينا نقول تماسك السياره لا اتوقع ان انت راكب سياره سبورت، ولكن بالنسبه حق كروس اوفر مثل ما قلنا لكم بما انه شوي نازل وعريض فتحسه هو متماسك، لان الوزن كله مرتكز على lower center of gravity، شوية تحسه كنا أنزل، ما تحسه مثل الجيبات العالية اللي والله ممكن يتحرك مع الاستخدام. فيما يتعلق بكيشن السائق، في شغلة أنا حبيتها، أولا مريح وممتاز وقعدته وايد مناسبة حق أي شخص ممكن يسوق سيارة. ليش؟ لأن عندك خلينا نقول جوانب الكيشن أو الكرسي تقدر ان انت تتحكم فيهم، فعندك هنا ازرار على الجنب تقدر ان انت تضيجهم او توسعهم على حسب بنيتك. والشغلة الثانية ان حتى هنا من تحت حوالين الفخذ تقدر بعد يتسكر او تقدر تبطل الكشن، وعندك تحكم يدوي فيما يتعلق بالمسافة هذه اللي تصير تحت الريل علشان تقدر تجدم اذا انت مثلا طويل ويضايقك ان الكشن واصل لنص الفخذ، تحس انه ممكن يضايقك، لا تقدر تسحبه شوي لقدام علشان يعطيك مساحه اكبر. كل الاشياء هذه تعطي السياره يعني خلينا نقول يعني لمحات اضافيه انه اوكي صدقنا صار لها 8 سنوات، ولكن ما زال يستخدمون افضل خلينا نقول وسائل الراحه اللي تناسب سياره مثل انفينيتي، تعتبر اليوم واحده من اسرع السيارات الفخمه نموا في منطقتنا في الخليج العربي والشرق الأوسط بشكل عام. بالنهاية شكر خاص حق شركة انفينيتي الكويت اللي هما شركة البابطين للسيارات، وأيضا شكر حق انفينيتي ميدل إيست اللي عطونا الفرصة ان احنا نجرب السيارة هذه في دبي ونوريكم مميزاتها وشلون صايرة، ونشوفكم ان شاء الله بحلقات جديدة وتجارب جديدة، ومع السلامة.